مساء الخير متابعين توتاقير، كيف أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. موضوعنا اليوم عن الصور اللي بنستعملها لعمل التصاميم في برنامج كريكت ديزاين سبيس. من فين بنتحصل عليها والنوعية المناسبة لعمل التصاميم وسبب اختيارنا ليها؟ في الوقت الحالي بنحتاج نعرف نوعية الصور، في معلومات كثيرة تقنية ما بتفيدنا في التصميم، لكن ممكن أحط المعلومات دي في الوصف تحت، في رابط المدونة حيكون موجود، فتقدر تدخلوا وإذا حد حابب يعرف معلومات أكثر تفصيل. تابعونا لنهاية الفيديو إن شاء الله، نستمر في شرح الفيديوهات عن الصور وعن طريقة تحميلها. من قائمة ابدأ نفتح البرنامج، بيظهر عندنا My Projects، بنضغط على علامة الزائد بنفتح مشروع جديد، تظهر عندنا واجهة العمل. اللي يهمنا هنا أبلود، رفع صورة وصورة من مكتبة كريكت. فتحت عندنا مكتبة كريكت، فيها أكثر من 100,000 صورة جاهزة للتحميل. فبنكتب اسم الصورة اللي بنحتاجها، نحتاج صورة مثل قطة، فحط قطة. بتظهر لنا حوالي 830 صورة كلها جاهزة للتحميل، لكن لازم يكون في اشتراك في البرنامج. إذا ما كان عندنا اشتراك في البرنامج ما نقدر نستخدمه. الاشتراك أما يكون إنه أول ما تشتري الجهاز بيكون عندك فترة تجريبية شهر، أو اشتراك لمدة في اشتراك سنوي أو شهري. الصور اللي عليها حرف الـ A هي الصور اللي بتكون مجانية إذا عندك اشتراك. في صور ما عليها حرف الـ A هي الصور اللي بنشتريها المدفوعة. مثلا في صور هنا سعرها تقريبا 99 سنت بالدولار، 99 سنت تقريبا، أقل من دولار. لما نضغط على أبلود بيظهر عندنا الصورة مقسومة لجزئين. في الجزء اليمين هي اللي نمط، والجزء اليسار صورة. النمط إن شاء الله بنشرحه في وقت ثاني. الآن كل شغلنا على الصورة، الصورة العادية، وكيف نحملها، المكان اللي بنقدر نحضرها منه، سبب اختيارنا للصورة المعينة، أسباب اختيارها، التفاصيل الخاصة بالصورة، وإن شاء الله المرة الجاية بنشرح عن النمط. بتظهر صيغ الصورة اللي ممكن نستخدمها. طبعا الأفضل SVG، عندها مميزات كثيرة أفضل من باقي الصيغ. نفتح متصفح جوجل، نكتب اسم الصورة اللي بنبحث عنها، صار لنا مجموعة كبيرة من الصور. نختار التصميم اللي بيناسبنا.
يصير مجموعة أكبر، فنبحث في المجموعة الموجودة نختار التصميم المناسب ونحفظه في الكمبيوتر، نحفظه باسم معين حتى يكون سهل نختار الصورة. بعد حفظ الصورة في الجهاز بنحملها للبرنامج، نكتب الاسم اللي حفظنا بالصورة في الجهاز ونضغط على أوبن، تظهر علينا عندنا الصورة في البرنامج. بالنسبة للصور بيكون في 3 خيارات، خيار سامبل بسيط، وبلاحظ ان الصورة في السامبل ما فيها اي تفاصيل، بسيطة جدا. الميدل اللي فيه تفاصيل اكتر، المعقد الصورة معقدة اكتر، نختار البسيط لانه برنامج قطع نحتاج نقطع الصورة فقط، نضغط على اختيار، فبتظهر عندنا نوعين من الصور، واحدة على اليسار اللي هي قطع وطباعة، على اليمين لقطع فقط. نختار الصورة، تظهر عندنا الصور الموجودة الثانية، دي الصور اللي اشتغلت في برامج تانية. فبندخل الصورة لمنطقة العمل، بتظهر عندنا الصورة بحجمها، ممكن بعد نعمل عليها تعديلات. بيظهر هنا كت وبرنت، كت وبرنت يعني قطع، طباعة وقطع، وفوق بيظهر برنت، بس احنا عايزينها قطع فقط، بنغير الى قطع. نقدر نكبر الصورة أو نصغرها، نغير اتجاهها إذا بنضيف عليها أي تصاميم ثانية أو كتابة ممكن نعملها. وإن شاء الله الخطوات دي كلها بنشرحها في فيديو ثاني، اليوم فقط بمعينا نحصل على الصور وإدخال الصور للبرنامج. في فيديو قادم إن شاء الله بنشرح باقي الخطوات، كيفية التعامل مع الصور، إضافة كتابة للصور، كلها إن شاء الله أشياء بنشرحها في المرات القادمة. في نقطة صغيرة ما انتبهنا لها في البداية، لما اخترنا طباعة وقطع أو قطع فقط، فهنعيدها بسرعة ودائما في الإعادة إفادة. نكتب اسم الصورة، نضغط أوبن، بتظهر الصورة عندنا في البرنامج، بنضغط على بسيط لأنه هي برنامج قطع، صورة للقطع، فهنا بيظهر عندنا الجزء اليمين والجزء اليسار. الجزء اليمين هو قطع فقط، الجزء اليسار قطع الطباعة. في المرة الأولى بالخطأ ضغطنا على قطع وطباعة، نرجع نضغط على قطع، تتحمل عندنا الصورة، عندنا صورة قطع وطباعة، صورة قطع فقط. نرجع نحملها في مساحة العمل، فتظهر عندنا الصورة، نلاحظ على جهة اليمين مكتوب قطع، ما بيظهر قطع وطباعة، وفوق عند الطابعة تشوف نو فايل، يعني مو ما في طباعة، قطع فقط، وبيظهر كلمة قطع. فدي الطريقة الأفضل لاختيار الصورة
للقطع، نختار دائما قطع فقط اللي على جهة اليمين. في حالة إنه بنقطع ونطبع نختار طباعة. لتحميل الصور من جوجل لازم نتأكد الأول من حقوق الملكية، لأنه إذا أخذنا صور لها حقوق ملكية ممكن تعمل لنا مشاكل مع صاحب الصورة. نضغط على الأدوات ونختار الصور اللي لها قابلية للاستخدام، نضغط عليها تظهر لها الصورة اللي ممكن نستخدمها. نطلع على الصور، نختار الصورة المناسبة معنا، فنختار هنا صورة القطة. لاحظ ان الصورة عليها خلفية، نحفظ عندنا بجهاز الكمبيوتر باسم حتى نسهل الحصول عليها. فظهر ان الصورة دي موجودة عندي قبل بنفس الاسم ده، فإعادة حفظها مرة ثانية. الآن بنحاول نحمل الصورة للبرنامج عندنا. بنرفعها في البرنامج، ظاهر إنه الصورة عندها خلفية بيضاء، فبنحتاج للشغل حتى نعدل عليها. بنختار بسيط لأنه الصورة هنستخدم قطع، ما نحتاج التفاصيل الداخلية فيها. ونستخدم أداة إزالة الخلفية، خلفية الصورة. نضغط على أي مكان في الصورة في المكان الخلفية فبتزال، لكن تظهر في أجزاء بسيطة ما زالت موجودة، فالأجزاء دي بتأثر على قطعة الصورة. لاحظ أنه في نتوءات الجانب بعكس صورة الـ SFG، دائما بتكون انه الاجزاء الجانبيه واضحه وما فيها اي نتوءات وبتكون جاهزه، ما في صوره للخلفيه. فنفضل انه ما نستخدمها اذا كان قطع. سبب اختيارنا الملفات SFG هي ملفات للصور بيتعرف عليها جهاز كريكت بكل سهوله، لانها متكونه من مسارات ظليه ونقط، بعكس ملفات الصور الأخرى مثل PNG و RPG اللي بتعتمد على النقط فقط. كمان ملف SFG بيدعم عدد لا نهائي من الألوان، وده بيضمن إن الصور تكون كما هي عند عرضها بنفس جودتها الأصلية، وما بتظهر فيها أي نتوءات كما يحدث في الصور الأخرى. في حالة وجود صور بصيغ مختلفة مثل GPEG و PNG ممكن نحولها إلى صيغة SFG، ونتيجة لأنه العمل معها أسهل. في مواقع بتحول الصور وتحولها من صيغة لصيغة ممكن نستخدمها. الفيديوهات القادمة بنستمر في التعرف على باقي الأدوات مثل الحروف والأشكال. فما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وانتظروا الفيديوهات الجاية. شكرا لكم.